أهلا بكم. والبداية من تعهد وزير الجيش الإسرائيلي بني جانتس لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتسهيلات مقابل تحقيق الهدوء في الضفة الغربية والقدس. ففي ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان المبارك، تعهد وزير الجيش الإسرائيلي في اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتقديم تسهيلات للفلسطينيين إذا ساهمت السلطة بوقف التصعيد الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية. وأكد جانتس بأن تل أبيب مستعدة لتقديم تسهيلات مدنية إضافية للفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك وبعده، طالما سمح بذلك الاستقرار الأمني. واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم جنين واعتقلت الأسير المحرر المطارد عبد الرحمن السعدي، كما اعتقلت العشرات من الشبان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وأكدت مصادر إعلامية في قطاع غزة أن الوسيط المصري أجرى اتصالات مكثفة مع الفصائل الفلسطينية لوقف التصعيد والحفاظ على التهدئة. لمناقشة المشهد الفلسطيني أرحب بضيوفي الدكتور نهاد أبو غوش، مدير مركز المسار للدراسات الفلسطينية الإسرائيلية من رام الله. أرحب بضيفي أيضا الدكتور هشام منور، الباحث في العلاقات الدولية من اسطنبول. أهلا بكم ضيفين على هذه الحلقة. أبدأ معك دكتور نهاد بداية من رام الله، ما هي طبيعة التسهيلات التي يتحدث عنها الجانب الإسرائيلي؟ يعني في الحقيقة الحديث عن تسهيلات هذا ادعاء، هذا كذب يعني صريح. هذه ليست تسهيلات، هي بالأساس قيود مشددة فرضتها إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين على حق الوصول للقدس وعلى حق الصلاة في المسجد الأقصى، ثم تريد تخفيف بعض هذه القيود المشددة بحيث تسمح لمن هو فوق سن 50 عاما من الوصول إلى المسجد الأقصى أيام الجمعة فقط، وتسمح للنساء فوق سن 40 والأطفال دون 12. هذه هي حزمة التسهيلات التي تتحدث عنها المصادر الإسرائيلية، وهي في الحقيقة ليست تسهيلات على الإطلاق. هي إسرائيل تريد يعني أن تثبت يعني وجهة نظرها بهذا الموضوع، بأن السيادة على القدس بجميع مظاهرها هي سيادة لإسرائيل، وهي التي تسمح أو لا تسمح للفلسطينيين بدخول القدس أو لا تسمح لهم. طيب بما ذلك في الصلاة. طيب دكتور اعذرني على المقاطعة، دكتور هشام من اسطنبول، يعني ما هو ثمن هذه التسهيلات التي تحدث عنها الدكتور نهاد بأنها ليست بتسهيلات كما يطرحها الجانب الإسرائيلي على الأقل من وجهة نظره؟ ما المطلوب، ما هو الثمن المطلوب من السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس لتحقيقها؟ تحياتي بداية لك وللسادة المشاهدين. طبعا أتفق مع الدكتور نهاد أن هذه التسهيلات هي عبارة عن محاولة نزع القيود التي تم فرضها قبل شهر رمضان على الفلسطينيين وانتزاع مقابل ذلك مزيد من التنازلات الفلسطينية، إن كان على صعيد موقف السلطة الفلسطينية أو على صعيد فصائل المقاومة الفلسطينية. كلنا يعلم أن إسرائيل مهتمة في الآونة الأخيرة بتصعيد الأمور ودفعها نحو مزيد من التصعيد، لا سيما مع قرب قدوم شهر رمضان، وكانت تروج إعلاميا بأن هناك موجة من التصعيد والإرهاب كما تقول قادمة على القدس المحتلة وقادمة على كل فلسطين بسبب الهجمات التي فجأة تناسلت من كل حدب وصوب، ولم تدري كيف ولم تعلم إسرائيل كيف تحاول السيطرة عليها. إذا إسرائيل كانت تعد العدة منذ زمان، منذ ما قبل شهر رمضان، لتصعيد الأمور في الأرض المحتلة، لزيادة القيود على الفلسطينيين، وتطالب السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه بممارسة نوع من الضبط الأمني، تشديد الضبط الأمني على الفلسطينيين في الضفة الغربية وزيادة الرقابة الأمنية على المقاومين الفلسطينيين سواء التابعين لحركة فتح أو غيرها من الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، لمقابل لنقل تأكيد هيمنتها على القدس المحتلة أولا، على المسجد الأقصى ثانيا، وعلى كامل فلسطين المحتلة. وإذا لم يتم ذلك وفق الشروط الإسرائيلية فإنهم مستعدون وفق الاستعدادات الخطيرة والكبيرة التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات الشرطة الإسرائيلية، مستعدون للتصعيد وربما محاولة استغلال الفلتان الأمني العالمي الذي يعيشه العالم في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا وانشغال كل دول العالم بهذه الأزمة، محاولة انشغال هذا استغلال هذا الانشغال
القيام بعمليات تصعيدية تجاه فلسطين وتجاه القدس والمسجد الأقصى. طيب دكتور نهاد، يعني هل تستطيع السلطة الفلسطينية فعلا ضبط الأمور كما تلوح إسرائيل بذلك؟ يعني هي إسرائيل تريد للسلطة أن تكون أن تقمع شعبها باختصار شديد، يعني أن تقمع شعبها وأن تحول دون قيام الناس بالرد الفعل الطبيعي بالاحتجاج على الإجراءات، الانتهاكات، على الاستفزازات، على اقتحام المسجد الأقصى، على عمليات الهدم. يعني هناك سلسلة من الاعتداءات اليومية التي تطاول جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة بالقدس، فبالتالي مطلوب من السلطة وذراعها التنظيمي حركة فتح التصدي للجماهير الفلسطينية. أعتقد أن هذا الدور مرفوض وطنيا ومرفوض من قبل السلطة، مع أن الدوائر الإسرائيلية أو الأوساط الأمنية الإسرائيلية سربت خبرا بالأمس أن الرئيس أبو مازن طلب من عناصر فتح أن يكونوا يعني على أن يحولوا دون أي تصعيد، يعني ولو على حسابهم، وهذا أستبعده لأنه اقترن أيضا بادعاء أن حركة حماس يعني طلبت من عناصرها قمع أو ردع أو كبح حركة الجهاد الإسلامي. يعني إسرائيل تريد للقوى الفلسطينية أن تتضارب وأن تضرب بعضها البعض وأن تصمت، وتريد أن تقايض الشعب الفلسطيني بأن تقايض حقوقه الوطنية وحقوقه بالكرامة وحقوقه بالقدس مقابل بضع تسهيلات مزعومة اقتصادية وحياتية، بمعنى أن نؤمن للإسرائيليين الهدوء، أن نصمت على استفزازاتهم اليومية، أن نصمت على اقتحاماتهم، أن يعني نكف عن القيام بتقاليد شعبنا التاريخية التي يقوم بها منذ على الأقل 900 عام، يعني منذ الفتح الصلاحي، طقوس رمضانية ليلية تجري في كل المدن العربية والإسلامية والكل يعرفها. يريدون أن نتوقف عن أي شكل من الأشكال التي توحي بأن هذه المدينة عربية إسلامية. يريدون أن يكرسوا أن القدس هي مدينة يهودية وأن الوجود الفلسطيني فيها هو وجود عارض ووجود عابر ووجود ليس له أي رمزية سياسية، وبالتالي يريدون أن يقيدوا هذا الأمر ببضع التسهيلات وأن نكف عن التجمع مثلا في باب العمود وأن يحرم الشبان من الصلاة، وكأن الصلاة هي حق حصري يعني لمن اقترب يعني من نهاية عمره فقط، يعني لكبار السن وما إلى ذلك. طيب. على كل حال أنا أعتقد أن هذا الدور مرفوض وطنيا، ولا أعتقد أن السلطة تستطيع القيام بذلك، لأن التصعيد قد يمتد إلى كل تجمعات الشعب الفلسطيني بما فيها الداخل المناطق المحتلة عام 48 وبما فيها غزة وبالقدس تحديدا، حيث لا توجد أي قبضة يعني سلطوية أمنية للسلطة. طب برأيك دكتور هشام، السلطة الفلسطينية كيف ستتعامل مع هذا العرض الإسرائيلي؟ بصراحة وواقع الحال هناك معلومات شبه مؤكدة إسرائيل تسعى منذ ما قبل شهر رمضان المبارك إلى التصعيد وزيادة الحضور الأمني داخل القدس المحتلة وتحديدا ضمن المسجد الأقصى، وقامت بعملية لنقل ترويج إعلامي كبير وتحشيد ضد الفلسطينيين قبل بدء شهر رمضان، بانتظار افتعال أي مشكل صغير سواء في المسجد الأقصى أو في مدينة القدس أو حتى في أي مدينة فلسطينية في الداخل، للقيام وتبرير عملية قمع وبطش همجية سوف يقوم بها الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين. إذن هناك لنقل هناك أنا أحاول هنا أن أتفهم موقف السلطة الفلسطينية، هي واقعة الآن بين نارين. النار الأولى محاولة إطلاق يد شعبها والوقوف إلى جانب شعبها في مواجهة أي اعتداءات إسرائيلية قد تقع عليهم خلال شهر رمضان المبارك، والأمر الآخر نزع ذرائع إسرائيل التي كانت قد روجتها قبل بدء شهر رمضان، وهي أن الفلسطينيين في شهر رمضان سوف يقومون بتصعيد خلال المسجد الأقصى خلال شهر رمضان وفي مدينة القدس المحتلة، وسوف يزيدون من هجماتهم على الإسرائيليين، ما برر دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت للمستوطنين ولناخبيه باستعمال السلاح، وزاد نسبة اقتناء السلاح في إسرائيل إلى 700%. إذن هناك لنقل خياران أحلاهما مر بالنسبة للسلطة الفلسطينية، وعليها أن توازن بين الوقوف إلى جانب شعبها في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة والاستفزازات الإسرائيلية التي تحاول من خلالها الاحتلال الإسرائيلي جر الشعب الفلسطيني العثماني إلى مواجهة شاملة، وبين نزع الذرائع التي تحاول من خلالها إسرائيل تبرير لنقل هذه الاعتداءات عليهم. طيب. أن يكون هناك إمساك العصب من المنتصف، يجب أن يكون الجميع حذرين ويقظين من أي محاولة إسرائيلية لاستغلال الاستفزازات
اشعال الهمود داخل الارض الاراضي الفلسطينيه برمته وتحديدا في قدس المحله. طيب دكتور نهاد، يعني ما هي خيارات الفصائل الفلسطينيه التي اجتمعت في غزه والمقاومه الفلسطينيه؟ الى اي حد هي تستطيع ان تقف على هذا الخط من الحذر امام هذه الاستفزازات التي تبدو ممنهجه بشكل واضح من قبل الجانب الاسرائيلي؟ يعني لا استطيع ان اتكهن بالجانب العملياتي المرتبط، يعني ما هي وهي الخطوط الحمر. انا اعرف ان الفصائل اتفقت على ان ثمه خطوط حمر اذا تجاوزها الاحتلال يمكن للفصائل في غزه ان ترد، يعني لكن هذا الامر مرهون بحسابات دقيقه لها علاقه بهل هذا الرد هو سيكون ذا جدوى، يعني في افاده شعبنا في القدس، ام ان هذا ربما ايضا يعني ايضا هل سيؤثر على اوضاع شعبنا في غزه. لا شك اننا كلنا مقتنعون بان يعني معركتنا ضد الاحتلال هي متكامله، لكل تجمع من تجمعات شعبنا قصته ونصيبه واشكال نضاله التي تتكامل مع الاشكال الاخرى، وليس بالضروره ان تتولى غزه وحدها يعني القيام بالتصدي وحدها لهذا المشروع الاستيطاني الصهيوني الواسع. اهلنا بالقدس يقومون بدورهم على افضل حال يمكن ان نتخيله، راينا بالامس واول امس في الامسيات اشكال من التصدي البطولي للشبان لمواجهه المستوطنين وافراد جنود الاحتلال، شجاعه لا نظير لها رايناها وهي مصوره على كل حال من قبل الشبان والفتيات. ايضا شعبنا في الداخل المحتل عام 48 لا يصمت، غزه لها اشكال نضالها، يعني ليس بالضروره أن تكون كما أريد أنا، يعني ربما يعني لو تحدثنا بلغة شعبوية سنقول نريد صواريخ تنهمر على تل أبيب، لكن هذا الأمر بحاجة بالتأكيد إلى حسابات عسكرية ومختصة وفنية هم الأقدر على حسابها. لكن بدون أي شك إسرائيل تدرك والكل يدرك أن معركة شعبنا هي موحدة، وحتى الأوساط بالمناسبة هنا أريد أن أنوه لمسألة مهمة، الإدارة الأمريكية نصحت إسرائيل بكبح جماح المستوطنين وكبح عنف المستوطنين ولجمهم، وهذا عبر نصائح معلنة، لأن أمريكا تدرك تماما أن اندلاع جبهة واسعة في الشرق الأوسط تشمل غزة والضفة وفلسطين بشكل عام سيؤثر على قدرتها في حشد التحالف الدولي ضد روسيا، بالتالي لا تريد الولايات المتحدة أي بؤر توتر أخرى تشوش على عملياتها أو على تحالفاتها الدولية الجديدة في مواجهة روسيا.